السلام عليكم شباب. 2016 ليو هيرمانس مباشر، هاي الطيارة اللي نسميها احنا من النوادر، من الطيور السبيشال اللي طبت للعراق. اخوان هاي الطيارة استيراد شركة القمة، هاي الطيارة اخت الطيارة اللي عند مهند القريشي حاليا بالتبزير، اجت وياها اختها ام واب. هاي اختها منتجة عند مهند القريشي، خمسة طيور، خمستهن ابطال، خمستهن بالعشر الاوائل، اثنين او ثلاثة منهن عندهن اول. بنات هاي الطيارة، بنات اختها العفو اللي هي عند مهند القريشي، هاي الشعلة والطورنية جن اثنين خوات بوقت الشركة جبناهن احنا. هاي الطيارة انباعت بالمزاد مال شركة القمة، فالطيارة ما شاء الله فول، ومن الطواير النادرة في العالم. 2016 الحمام اللي هو هيرمانس بنت 900 وهي الطائرة نفسها منتجة، يعني ما شاء الله فالطائرة بيها في الجمالية خرافية، يعني اللي ياخذها يتفرج على جمالها وشكلها. بنت 900 على بنت الكتب اخوان، نفس الطبقة هاي شهادة، هذا 900 ابوها ابن البولت اللي انباع لاخونا حامد حطاب ب 62، هاي امها الليدي 796 بنت الكتل على اخت البولت. نفس الطايره اختها ام واب اللي عند مهند القريش وطويرنية، هاي اختها جت وياها هاي الطايره، ما شاء الله تموت لطيفه فول